نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب في سنة 2024، هيكون عندهم يعني سنة فيها انكشاف للحقائق، يعني هي دي تعتبر السنة اللي ممكن يكتشفوا فيها كل حاجة كانت خافية عنهم، تعتبر هي مرحلة جديدة بالنسبة لمواليد العقرب اللي هيدعمهم طول السنة وجود زحل في المنزل الخامس ده، وده داعم ليهم بيخليهم على الناحية العاطفية يكونوا ناضجين أكتر ويعرفوا يتعاملوا مع الطرف الآخر بحكمة أكتر من الأول، ويقدروا يحطوا وياخدوا قرارات موفقة بالذات في الناحية العاطفية. لو في علاقة عايزين يخلوها رسمية ممكن ياخدوا القرار ده خلال السنة دي، أو علاقة عاطفية يحطوا حد ليها برضو هياخدوا القرار ده، فده أو ده، المهم إن هم هياخدوا قرارات حاسمة ومبنية على نضج في التفكير أكتر. من أول كمان 26 مايو بقى، ده العنوان اللي انا قلته انكشاف الحقائق، من اول 26 مايو المشتري بيدخل في وضع يساعدهم جدا ان هم يكتشفوا حاجات كانت خافية عنهم. كمان ده وقت حلو لتحقيق مكاسب مالية، يعني ممكن المعلومات اللي يتوصلوا ليها تساعدهم ان هم يعملوا مكاسب اكتر بالنسبة للفلوس. والفترة برضو اللي هي في النص التاني يقدروا ان هم ياخدوا قرارات موفقة في الشغل ويعرفوا يخططوا كويس برؤية أوضح لمستقبله.